تشوف مثلا الانسان المواطن الجديد الزبون الجديد كيبدا في صالح الجزائر ما يقدرش يريزيلي يعني يفسخ العقد اقل من 12 شهر، يعني اقل مده اللي يقدر يريزيلي فيها الاقل لي كونترا تاعو دابورمون سي 12 مده، ما كاش اقل. كان يجي بعد شهرين ثلاثه قال لي سيدي قانونيا ممنوع. هما يكون بصح نسبه يعني قليله بارابور للزبائن اللي راهم كما العمليه الدفع الالكتروني بعد جميع يقدر يشري حتى للمودم يعني بلا ما يوصل يوصل عند البيت يقوم بيستعمل هذا الخدمة الخيرية بطاقة نقدية بطاقة ذهبية ولا جميع البطاقات يمكن ما جميع الخدمات الرقمية وفوق هذا اللي يستعمل الدفع الإلكتروني في طرف الجزائر توفر لهم يعني الأولى أواخر 2019 لم نسب باقين في إدخال هذه الخدمة وفي إرضاء الزبائن الأوائل. عندنا في الدفتر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني تو بايمنت موبيلي أون. كاسيت تاعهم يخرج الدراهم يرد الصرف الكليون لوبيراسيون تكون فاتت، هذه الاولى. ثانيا حنا علاش نحثوا على باش نستعملوا الاله هذه؟ الاولى سي بارابور لا سيكوريتي دي كليون دو لا بونك اي دو كوميرسيون، باسكو علاه؟ يخرجوا لنا دو تيكي، لو تيكي الاول نعطيوها للكليون على اساس عمل عمليه تجاريه وعندك ان ريسي دو بايمون قانونيا هذه هي. الحاجه الزوجه حاجه الزوجه سيكو حنا لو كارت تاعنا حنا توجو نقولو للكليون سيري لا كارت تاعك سو بلاص توجو ما يعرفوش هادو حنا نحسو في هاد العمليه سي ليتيليزاسيون تاع لي تيرس بيرسون باغ اكزومبل كي تاعك زوجه ولا الابن ولا البنت تاخد كارتا باسكو مضاري تخدم بها تروح سوبر تخلص يجي كان ميساج سور لو تيليفون تاعك سكو نابال لو ايكون تاعنا اون ابليكاسيون تاعنا يجي كامل العمليات التجاريه تجيك على التليفون تاعك تعرف بدي استعملت الكارطه تاعك تاجر فوالا تاجر غادي يفيريفي باسكو لا سيناتور دو لا فاكتور تيك الزواج نورمال يبقى تصيني با لو كليون سي لو سيرفيس فيكس دونك اون فوا يسيني لو دوكيمون هذاك التاجر غادي يشوف لا سيناتور تاع لا كارت الى ما يطاش كونفورم عنده الحق باش يلتي لي لا كارت ويعطيها بوكا سيتي لوبيغاسيون تاع بون نورمالمون واحد الحمله التحسيسيه وشرف للبنوك بما ان وسائل الدفع الالكترونيه ولات واقع جسد الابتكار الاقتصادي خصوصا في دير جائحه كورونا ستادير في المستور قبل ما يكون باغ اكزومبل الدوله الجزائريه اللي راهي تحط على الرقمنه كاين ان ستوري اللي صرا وهي عدم كما يقول لك في وقت كوفيد الناس بزاف قاعدوا يدومونديو على لي كارت مانيتي اولا مرحبا بك شاكا كومرسون باش يدوجو لي بونك لا بوست ان شاء الله مرحبا بكم